إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه الأول فليس قبله شيء سبحانه الآخر فليس بعده شيء سبحانه الظاهر فليس فوقه شيء سبحانه الباطن فليس دونه شيء سبحانه سبحانه فهو رب كل شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك المالك الخالق الرازق المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم نور قلوبنا بالصلاة على محمد اللهم نور قلوبنا بالصلاة على محمد وعطر ألسنتنا بالصلاة على محمد وثقل موازيننا بالصلاة على محمد ونور قبورنا بالصلاة على محمد وأسكننا الفردوس الأعلى بالصلاة على محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام السادة الأطهار بإحسان إلى يوم الدين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد أيها الموحدون الكرام، فهذا لقاء متجدد مع تلك السلسلة العظيمة المباركة التي عظم الله فقهها والعلم بها، ومع سلسلة فقه البلاء. ومن فهم هذه السلسلة فهما عن الله جيدا فهم حقيقة الحياة وعلم لماذا خلقه الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. لقاء اليوم لقاء فيه فقه راق عن الله ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنوان لقاء اليوم بحول الملك العلام: أنواع البلاء وأصناف المبتلين. لتعلم أن لقاء اليوم يعلمنا أن الإنسان واحد من اثنين: إما يرتقي مع بلائه ليصبح خالدا مع الخالدين في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وإما يهبط مع بلائه ويصبح في أسفل الأسفلين في نار جهنم والعياذ بالله. أنواع البلاء أصناف المبتلين، لقاء يصحح كثيرا من المفاهيم. أنواع البلاء: كل الناس، معظم الناس يركزون يفهمون يفقهون أن البلاء نوع واحد. إذا أصيب في ابنه، إذا أصيب في بدنه، إذا ابتلي وأصيب بضر في ماله، إذا حدث انفصال بينه وبين زوجه قال أنا مبتلى، وحصر البلاء كل البلاء في هذه الصور وهذا النوع. لكنه يجب أن يعلم عن الله أن هناك أنواعا من البلاء أخر نتعرف عليها بحول الله في هذا اللقاء المبارك. النوع الأول من أنواع البلاء اسمه الابتلاء بالضراء، وهو الشائع في مفهوم الناس. إذا نظرنا إلى مريض قلنا هذا رجل مبتلى،
إذا نظرنا إلى امرأة مات زوجها تربي أيتاما لها قلنا هذه امرأة مبتلاة. إذا نظرنا إلى كارثة حلت بقوم أو بمجتمع قلنا عنهم أن هؤلاء وقع عليهم البلاء. فمن الممكن أن تبتلى في جسدك أو في مالك، تمرض، يهلك بعض مالك، يأتيك بعض النصب والتعب، يأتيك بعض الهم والحزن. كل هذه المشكلات والهموم والغموم من البلاء الذي قدره الله عليك. وكما قلنا في حكم البلاء في لقاء سابق، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا ضم ولا كرب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن ذنوبه، لأن كل شيء بقدر. فهذا هو النوع الأول الذي قال الله عنه سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالبلاء يأتي في النفس مرة، ويأتي في الولد مرة، ويأتي في القلب مرة، ويأتي في المال مرة، ويأتي في الهموم والغموم والمشكلات مرة. وله صور، من الممكن أن يكون فيك أنت، ومن الممكن أن يكون في بيتك، ومن الممكن أن يكون في مجتمعك، ومن الممكن أن يكون في دولتك وفي أمتك. البلاء الجماعي الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، يعني يأتي فيضان على دولة من الدول، بلاء من الله، مجاعة بلاء من الله، إعصار بلاء من الله، ليكون ذلك البلاء لغيرهم ولهم آية أن الله قادر في لحظة أن يأخذ أو أن ينتقم أو أن يبتلي. ثانيا، ربما يكسرون من أكل الربا، ربما أشاع الفاحشة بينهم، فالله ابتلاهم ليعودوا إليه ردا جميلا لأنهم أرحم الراحمين، أو لأن الله ابتلاهم لأنه يريد أن يغسلهم، يطهرهم، ينقيهم من تلك الأخطاء التي سبقت قبل نزول البلاء عليهم. فتدبروا هذا النوع جيدا، الابتلاء بالضراء. النوع الثاني من أنواع الابتلاء ألا هو الابتلاء بالنعماء. إذا رأيت مريضا ظننت أنه هو المبتلى، لكن أدعوك إلى النظر إلى صاحب الصحة الكاملة، هذا إنسان أيضا مبتلى. إذا رأيت فقيرا ظننت أنه المبتلى، لكن أدعوك أن تنظر إلى الغني الثري الذي معه ومعه ومعه لتعلم عن الله جيدا أن هذا مبتلى. إذا رأيت امرأة قبيحة الشكل، صغيرة الحجم، نحيفة القوام، قلت أنها مبتلاة، لكن أدعوك لتنظر بعقلك إلى المرأة الجميلة الحسناء التي أعطاها الله جمالا على جمال، لتعلم أن بلاء الثانية ربما يكون أعظم من بلاء الأولى. إذا رأيت إنسان لا يجد وظيفة في حالة بطالة، ربما تقول أن هذا مبتلى، لكن انظر بعين الاعتبار إلى ذلك الذي توسد في القوم منصبا راقيا، وجلس على كرسي عريق، وأمسك بزمام الأمور في بلد من البلاد، لتعلم أنه أعظم بلاء من ذلك الذي لم يجد وظيفة تأويه. هي دي أصل الحكاية، أن الله يبتلي بالنعم، أن الله يبتلي بالعطاء، أن الله يبتلي بالغنى، أن الله يبتلي بالصحة، أن الله يبتلي بكثرة العلم عندك، أن الله يبتلي بمنصبك والكرسي الذي تجلس عليه. الله سبحانه وتعالى قالها: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر اللي هو النوع الأول الذي ذكرناه، الابتلاء بالضراء والمصائب والأمراض. الخير ابتلاء بالنعماء. الله يبتلي المريض في مرضه لينظر أيصبر أم لا، ويبتلي الصحيح في صحته لينظر أيشكر أم لا، يبتليه في منصبه
ليرى الله سبحانه وتعالى أيشكر ويتقي الله في المنصب بتاعه ولا لا، يبتليه في علمه لينظر هل يضع العلم في مكانه ويتقي الله في علمه ويشكر عليه أم لا. والشكر عمل كما قلنا قبل ذلك، اعملوا آل داود شكرا. فهذا النوع دقيق للغاية، فإيانا أن نظن أن أصحاب النعم في بعد عن البلاء، بل بلاؤهم أعظم عند الله. يدخل الجنة أصحاب البلاء قبل أصحاب النعماء بأربعين سنة، مع إن ده مبتلى وده مبتلى، لكن الله ابتلى الأول بالحرمان وابتلى الثاني بالعطاء ونعمائه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من الفلوس اللي بين يديك انت مبتلى فيها، والعيال اللي عندك انت مبتلى فيها، انسان لا ينجب او امرأة لا تنجب هذه في بلاء، انسان عنده من الذكور والإناث عدد هؤلاء في بلاء. قال تعالى اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة، والفتنة في المصطلح القرآني الدقيق يعني الاختبار والبلاء الشديد. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فالابتلاء بالنعم في غاية الدقة أن نلتفت إليه، من شكر الله عليه أصبح من الشاكرين وزادت النعمة عنده، والنعمة تزيد عنده. قال تعالى وإذ تأذن ربكم، يا الله تخيل لما الملك يأذن، لما الملك يقرر، وإذ تأذن ربكم، وأصبح مرسوما عالميا كونيا إلهيا ربانيا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ممكن أسلب منك النعمة في لحظة. وأحداث الواقع أعظم دلائل القدرة، فكم من أصحاب النعم وأصحاب الأموال وأصحاب المناصب وأصحاب الكلمة وأصحاب السياسة لما كفروا بنعمة الله سلب الله النعمة من بين أيديهم وأصبحت في سجلاتهم نقمة وليست نعمة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. سيدنا سليمان سخر الله له الجن وأراد أن يجري نعمة على يديه ومعجزة على يديه، بلقيس هناك في اليمن، فأراد أن يأتي بعرشها قبل أن يأتوه مسلمين، فقال لمن حوله من الإنس والجن من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، مجلس الحكم ومجلس القضاء اللي انت جلسه ده لو بيخلص الساعة 3 العصر وإحنا دلوقتي الظهر، قبل ما تقوم من المجلس ده هكون أنا جبت لك العرش بتاعها عندك هنا، وإني عليه لقوي أمين. حصل معجزة أحسن كمان من دي، إيه هي؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تفتح عينك ثم تغمضها آتيك بعرش بلقيس. سبحان الملك القادر الذي يعطي مفاتيح القدرة لمن يشاء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا يأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. حصل؟ حصل. فلما رآه مستقرا عنده سيدنا سليمان، لما رأى فعلا أن العرش جاله قبل أن يرتد إليه طرفه، فلما رآه مستقرا عنده ما قالش ما أنا اللي علمته وأنا اللي ربيته وأنا اللي بنيته، أنا السيد على هؤلاء الناس. الله يختبر سليمان في هذه الجزئية في النعمة دي. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر.
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. مش محتاج منك حاجة، وانت اللي هتجيبه لنفسك. ان النعمة ممكن تسلب منك في لحظة، يا من أعطاك النعمة فلم تشكر الله عليها. فيا صاحب النعم مهما كانت في جسدك أو مالك أو ولدك أو منصبك أو أهلك أو عشيرتك أو اسمك أو كرتك أو اسمك أو رسمك، اعلم أنك في بلاء شديد. الله يختبر لينظر كيف تتعامل مع نعم الله. الله يختبر لينظر أتشكر أم تكفر. الله يختبر لينظر ترد النعمة إلى المنعم ولا تنسبها لنفسك، كما فعل قارون لما أعطاه الله مالا كثيرا فقال إنما أوتيته على علم عندي، فكان الجزاء من جنس العمل، فخسفنا به وبداره الأرض. فاعتبروا يا أولي الأبصار. النوع الثالث من أنواع الابتلاء، الابتلاء بالطاعات. الابتلاء بالطاعات، هي الطاعة دي بلاء؟ نعم. الوضوء في ليلة شتاء ماؤها بارد بلاء. الصلاة في المساجد وهي بعيدة عن بيتك وأنت تريد أن تنام أو تريد أن تأكل أو الجو حار بلاء. الصيام والجوع فيه والعطش والامتناع عن الشهوات بلاء. إخراج شيء من مالك الذي هو قريب إلى نفسك وقلبك نوع من أنواع البلاء. كل الطاعات التي فرضها الله على خلقه بلاء وابتلاء. ليه؟ ليعلم ربنا من يطيعه، ليعلم ربنا من يسير على هديه ونهجه. نادانا ربنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. دي تكاليف بلائية، اختبار بنادي 50 وبنادي 100 وبنادي 1000 وبنادي مليون، من يطيع ومن يسمع؟ بلاء اختبار. من ينجح ومن يرسخ؟ بلاء اختبار. الله أكبر الله أكبر، الأذان يؤذن، بلاء اختبار. وربنا يسمع الجميع حتى لا يكون لأحد حجة على الله يوم القيامة. مين يسمع ويجي؟ بتلاقي في المسجد نسبة تساوي 20-30% من سكان المنطقة المجاورة للمسجد. هذا يعني أن الآخرين لو سمعوا النداء عند البلاء في التكليف للصلاة فلم يستجيبوا لأمر الله ويأتوا للصلاة، رسبوا في هذا البلاء في هذه الجزئية ونجح الآخرون. اللهم اجعلنا من الناجحين ومن المقبولين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. في ناس بتنجح في ابتلاء التكليف ابتلاء الطاعة، وفي ناس بترسب. وذكر الله رجلا هو قمة الرجولة، بل سماه ربنا هو الأمة، إن إبراهيم كان أمة، ابتلاه الله في الطاعات فنجح على أعلى درجات التفوق. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. انظر إلى الروعة، انظر إلى الجمال. يبتليك الله في ضر، اسمع عن الله. يبتليك الله في نعمة، اسمع عن الله. يبتليك الله في طاعة تنجح فيها ولا لا، اسمع عن الله. فيأتي رجال للشافعي ويسألونه: ماذا يكون خيرا للعبد؟ أيبتلى أم يمكن له؟ يعني يصب مرض ويصبر، ولا ربنا يرفعه ويشكر؟ أيبتلى أم يمكن له؟ فقال كلمة بديعة، قال: إن الله لا يمكن لرجل إلا إذا ابتلاه، فإذا ابتلاه فصبر وشكر مكن له. ألا تروا ما فعل الله مع نوح، مع موسى، مع عيسى، مع محمد صلى الله عليه أجمعين؟
ما مكن الله لهم إلا بعد أن ابتلاه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما نجح قال إني جاعلك للناس إماما. لن تكون لك السيادة والريادة والتمكين في قلوب الخلق ولا عند رب الخلق إلا إذا ابتليت فنجحت، ليظهر معدنك ويظهر أصلك. الله قال يا إبراهيم، هو ابن واحد والوحيد وجاءك على الكبر، أنا هبتليك، أتطيع أم تعصاني؟ ماذا تريد يا رب؟ أرسل لك رؤيا في المنام، مش وحي صريح. أقول لك اذبح اذبح، مش ألقيه من على جبل، وبيدك اذبح ولدك الوحيد، قرة عينك وفذة فؤادك. فما تردد الأمة أن يقوم من منامه وكان في قمة الذكاء والبصير، ما أخذ ولده وذبحه دون أن يعلم ولده، لكنه أراد الفضل لولده في الصبر على ذلك البلاء، لأنه يعلم عن الله مقام الصابرين عند البلاء. فذهب لابنه وقال له الخبر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان الشبل من ذاك الأسد، وكان النور من ذلك المصباح المنير. فقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اسمع الجمال، نجح في الاختبار. فلما أسلم، مش بالكلام، بالفعال، أخذ ولده وسار الولد معه بقمة الصبر والرضا عن الله، وأحضر السكين ووضعها على الرقبة. الأب سيذبح والابن ساكت وصابر. جاء النداء عند التسليم، فلما أسلم الاثنين وصبر الاثنين ورضي الاثنين وعلم أنه بلاء واختبار في طاعة لله الاثنين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انت نجحت انت وابنك، طب هتدينا ايه؟ اني جاعلك للناس اماما. طب هتدي ابني ده ايه؟ انا هجعله الوحيد اللي يجي من صلبه خاتم الانبياء والمرسلين. فجعل الله سيدنا اسماعيل هو الجد لسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وده شرف ما حدش يصل اليه في العالمين سوى رجل واحد، لأنه أطاع في البلية، لأنه نجح عند اختبار البلاء. فما هو النوع الرابع من أنواع البلاء؟ الابتلاء بالمعاصي. ابتلاء بمعاصي؟ ابتلاء بذنوب؟ قلت فيما قلت بأن البلاء لا يقع إلا من الله بتقدير من الله، هذه واحدة. اثنين، أن الله كتب على خلقه البلاء قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. طب اربط بقى اللي أنا قلته قبل كده بالجملة اللي أنا لسه قايلها دي، الابتلاء بالذنوب والمعاصي. أنت تريد أن تقول إن المعصية التي أقع فيها والعياذ بالله بلاء من الله؟ أيوة. بتقدير الله؟ أيوة. طب هيحاسبني ليه؟ إشكالية في غاية العظمة، فقه في غاية الدقة، فلا بد أن نفهمه عن الله. ماذا يريد أن يقول لنا الله؟ الله خلق فيك مؤهلات إنك تعصي، لكن ما قال لك أعصي. اشترينا للست المحترمة سكين في جهازها، ومش قلنا لها خرجي زوجك بالسكينة دي، صح؟ فالله خلق فيك مؤهلات تقبل المعصية وتنجذب إلى المعصية، وما أصدق في تفسير ذلك المعنى من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا. لا محالة. معقولة؟ الحديث بيقول إيه؟ ربنا كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. لا، الحديث ما خلصش، تكملت الحديث
فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. أصعب حتة في لقاء اليوم وأدق حتة في لقاء اليوم من أنواع البلاء النوع الرابع، الابتلاء بالمعاصي. يعني الله ابتلى خلقه بالمعصية فجعل فيهم انجذابا إلى المعاصي، ثم قال للعبد: أنا لا أحبها، أنا لا أطلبها، أنا أعاقب عليها، فإن جاهدت نفسك كافأتك، وترك له الحق، وقال له: وقعت في دائرة الاختبار، حفت النار بالشهوات. يعني إيه؟ يعني يقول الله لنا: إن رسبت في ابتلاء المعصية اختبرتك في واحدة تعرفها في الحرام، تعرفها ولا ما تعرفهاش والعياذ بالله، خلاص فتحت على نفسك باب جهنم، رسبت في امتحان البلاء. طبعا هو فرض عليك تروح تعرفها؟ لا. هو فرض عليك تقع معها في الحرام؟ أبدا، ده هو قال لك ما تقعش، إنما بيقول لك: أنا أهلتك داخليا على أن تنجذب إلى المعصية، كما أهلتك داخليا أن تنجذب إلى الطاعة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجورها الجانب اللي بينجذب للمعصية، بلاء يا رب ما تخلقني ملاك وخلاص وتريحني، قال لك ما ينفعش. طب ما أنا لو كنت عايز أخلقك ملاك أساسا كنت خلقتك مع جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت. طب ما عملتش ليه؟ علشان أنت بني آدم إنسان، أمرتهم أن يسجدوا لك. ليه يا ربي؟ عشان فيك حتة مش فيهم أنت بتقدر تسيطر على نفسك فيها. ليه إيه؟ اللي هي باب مفتوح على المعاصي أنت تغلقه وتجاهد نفسك فيه. سبحان الملك، حاجة يعني ولا في الخيال، ده ملك يا جماعة، ملك، ده إله حكيم يدبر كونه وخلقه كما يشاء. فلما يجي ربك سبحانه وتعالى يقول لك: أنا هبتليك بالمعصية، مش معناها إن أنا كتبت عليك المعصية هتعملها غصب عنك. قال لك: طب ما حاسبنا إيه؟ ده هو حكيم وعليم ورحيم. قال لك: لا، كتب الله على ابن آدم حظه من الذنى، يعني خلق في داخله مؤهل يجعله ينجذب إلى فعل الزنا والعياذ بالله، ثم أعطاه الإرادة، ساعتها يحسب على الإرادة التي أعطاها إليه. وصلت الرسالة؟ فده النوع الرابع من أنواع الابتلاء، ولذلك من الجمال أراد الله أن يطبق هذا النوع تطبيقا عمليا، مش في الأرض، في الجنة، مع أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى هو آدم وحواء، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هذه ابتلاء الايه؟ المعصية. رسب في ابتلاء المعصية. واحد يسأل سؤال دقيق ورقيق فيقول: طب ليه ربنا يبتلينا بالمعاصي؟ يعقل يبتلينا بالضراء والأمراض والحاجات دي، ويعقل يبتلينا بالنعم، ويعقل يبتلينا بالطاعات، صوموا مش عارف وحجوا وأنفقوا، إنما في المعصية ليه؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: لما علم الله أن التوبة أعظم ما يوصل إليه، اسمع شوف الكلام اللي مليان نور، لما علم الله أن التوبة هي أعظم طريق يوصل إليه، ابتلى أشرف خلقه آدم في الجنة بالبلاء في المعصية، فلما عصى الله وتاب اجتباه الله واصطفاه. تخيل انت رصيدك مع ربنا 60-70%، وجيت وقعت في حرام، وجيت وقعت في ذنب عظيم، وبعدين فقت منه، مستحيل بعد التوبة تكون درجتك ورصيدك مع ربنا 60% برضو زي قبل التوبة، مستحيل. قال لك ليه؟ قال لك: لأن الله سبحانه وتعالى يرفع بالتوبة وبالندب وبكثرة الاستغفار وعمل الصالحات بعد الذنوب مقامات العبد قبل الذنب بكثير. سبحان الملك، عطاء من هذا يا جماعة؟ إنه عطاء الله. أذنبت ذنب، قبل الذنب كان رصيد إيمانك كام؟ 5 مليون مثلا، 5 مليون حسنة مثلا، الرصيد ده ما ضاعش، 5 مليون حسنة ما ضاعوش. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا
رفع الإيمان فوق رأسه كالظلة، رفع لما مضاعش، فيش حاجة بتضيع عند الملك أبدا. فإذا تاب وأناب واستغفر عاد الإيمان إليه. الجميل بقى أن 5 مليون السبتين بعد الذنب لما تتوب وتقوم وتندم وتستغفر وتحاول تعمل صالحات وتجتهد عشان تكفر اللي فات، مش ممكن يظلوا 5 مليون، أكيد هيبقوا 50 مليون. خاصة أن الإنسان بعد التوبة منكسرا، ودي لقطة رائعة. قال العلماء الله يبتلينا بالذنوب ليه يا جماعة؟ قال لك لأنك بعد الذنب تكون منكسرا للملك، وهذه أعظم حالات العبد مع الله، لأن العبد ربما يتكبر بطاعته فيبتليه الله بذنب فيقع فيه باختياره حتى ينكسر ويتواضع لخلق الله. 4 أو 5، الله يبتلينا بالذنوب حتى إذا فعلت ذنبا واستغفرت علمت أنك خطاء لا يأخذك الغرور، وحتى تنظر إلى الناس بعين العفو وعين الرحمة. فلسفة تربوية في غاية الدقة. الله يبتليني فأقع في الذنب من أجل أن أسامح غيري، إن كنت عايز ربنا يسامحني فلازم أسامح الناس على أخطائهم، فكما لهم أخطاء فلي أخطاء، والفرق كبير بين خطئي وخطئهم، فخطأهم معي أنا وأنا لا أساوي شيئا، وخطئي أنا مع الملك. وما أدراكم ما الملك؟ إنه رب العالمين. 4 أنواع للبلاء: ابتلاء بالضراء، ابتلاء بالنعم، ابتلاء بالطاعات، ابتلاء بالذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. أنت مين ساعة البلاء؟ من أي الأصناف أنت ساعة وقوع البلاء؟ مهمة جدا هذه الجزئية، وهذا التصنيف ربما ينفعك كثيرا، ربما ليس في الدنيا فحسب، لكن ينفعك كثيرا في الآخرة، عندما ينادي المنادي يا أهل البلاء ادخلوا الجنة بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هل كل إنسان وقعت عليه البلية أو وقع عليه الاختبار يكون من أصحاب الجنة؟ لا طبعا، ده في ناس يقع عليهم البلاء فلسخطهم وجحودهم وسوء معاملتهم مع ربهم ساعة البلاء يكون والعياذ بالله في جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من جهنم. أصناف المبتلين اللي يقع عليهم البلاء 3. الصنف الأول صنف أخطأ في التصور، والصنف الثاني صنف أخطأ في التصرف، والصنف الثالث اللهم اجعلنا منهم يا رب صنف أحسن التصور والتصرف. عشان تعرف انت مين مع سر أسرار الحياة مع البلاء. الصنف الأول أخطأ في التصور، يعني حين ابتلاه الله بالضراء بمرض أو فقد عزيز أو اضطهاد أو أي فتنة أو أي مصيبة، على طول رفع يديه كده يقول يا رب اشمعنى أنا يا رب؟ أنت يا رب عايز تذلني ليه يا رب؟ خلي بالك من الكلام. هذا أساء التصور. يعني التصور يعني مش قادر يتصور حقيقة البلاء. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وهقول لك دلوقتي الفرق بين البلاء والانتقام عشان تعرف اللي عندك ده بلاء ولا انتقام من الله. يبقى أساء التصور، قال يا رب ليه كده، يا رب بتعمل فيا ليه كده. إنسان على الجانب الآخر ابتلاه الله في النوع الثاني اللي هو النعم، اداله بقى فلوس، واداله عيال، واداله زوجة جميلة، واداله مش عارف اتصالات ومعارف بالناس ولا غير ذلك، فايه فارد صدره ولا أنا كده تمام اطمنت، أنا هنا في نعم لأن ربنا بيحبني قوي، وهناك هكون مع النبي في الجنة.
فربنا سبحانه وتعالى بيقول أنت يا أول أسأت التصور، وأنت يا ثاني أسأت التصور. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. تصور تخيل سولت له نفسه إن ربنا علشان وسع عليه وبيحبه، لا. والتاني كمان وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، والرزق ليس مالا فقط، ضيق عليه صحته فمرض، ضيق عليه الخلفة فما خلفش إلا بنته يمكن ماتت، ضيق عليه المعارف فالناس مش ملتفة حوله زي فلان الفلاني عضو مجلس الشعب مثلا، ضيق عليه في حريته وإنه يقول كلمة الحق فاعتقلوه مثلا. فقدر عليه رزقه، مش المقصود بيه فقدر عليه رزقه يعني قلله الفلوس ولا خلى مرتبه 200-300 جنيه، لا، فقدر عليه رزقه أي رزق، فيقول ربي أهانا، ربنا ما بيحبنيش وعايز يهن ويزلني. فربنا يردك ويبين ان التصور ده خطأ والتصور ده خطأ. وما التصور الصحيح يا رب؟ كلا، لن تفاهم ولن تفاهم، لن تفاهم انا اصبتك بالضر ليه، ولن تفاهم انا اصبتك بالنعم ليه. طب ليه يا رب؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم، ده انا اصبتك بالضر عشان تحس بالناس اللي تحت منك في يوم من الايام تجيب، وأصبتك بالنعم عشان تشكر وتعطي مما أعطاك الله. ولو ظل هذا تصورك عند البلاء في الضراء وعند البلاء في النعماء حتى مت على ذلك، مت على خطر كبير ويسألك الله عن سوء تصورك. ده النوع الأول، طبعا ما تتمناش تكون واحد منهم. النوع الثاني، الصنف الثاني، صنف أساء التصرف. تصور يعني تخيل، تعب، تصرف يعني فعل خارج. ازاي سأتصرف؟ واتفهلوا، يقول لك هو بديني يبقى يستاهل الدين، يعني وسع عليا في الصفقه الاخيره ما طلع بقى شويه فلوس من معايا، وسع عليا في صحتي وراح اصلي في الجامع. طب الصفقه خسرت، صفقة خسرت، يوم يجي اللي بياخد منه الحاجة كل شهر يقول له جيب بقى علشان أبواب الأرزاق مفتوحة على إيديك، يقول لا 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 فيش، الله يكرمك الشهر ده بالذات ما ينفعش، التزامات كتيرة الشهر ده ما ينفعش لأن الصفقة خسرت. والتاني لا لا ده أنت تعبان شوية مش هقدر أصلي في المسجد. يا عم أنت قادر تمشي، روح بس أصلي في المسجد كده، أنا كنت بصحتي 100% كانت بوم كنت أروح أصلي في المسجد، إنما دلوقتي مش قادر. لا أنت قادر بس أنت اللي مش عايز، بس أنت اللي بتحسبها مع الله، طالما ما ادانيش مش هديني. معقولة تصرفك ده تصرف خاطئ مع البلاء؟ ربنا ترجمه في القرآن وقال إيه؟ قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. عارف حرف يعني إيه؟ على سطر ويسيب سطر. فإن أصابه خير اطمأن به، طول ما ربنا بيديله فلوس عمال يطلع ما بيديلوش منع، فإن معاه، طول ما ربنا بيديله صحة عمال يروح ويدي ويجري للناس ومصالح الناس، ما ادالوش، اديله منصب عمال يساعد في الناس، سحب المنصب يقول ما يستاهلوش ما يستاهلوش، ده كانوا ملفوفين حواليا لما كنت على الكرسي، دلوقتي لما وقعت من على الكرسي مش خادم ولا واحد لانهم مش ملفوفين حواليا. يا عم انت بتخدمهم هم ولا بتخدم نفسك مع الله؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم ولا للناس؟ لانفسكم. فعشان كده بنقول له ايه؟ بنقول له انت اسأت التصرف مع الله، سوء ادب مع الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، سطر ويسيب سطر،